قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل أيها الرسول للمعاندين والكافرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى: لم تصدون وتمنعون من الإسلام من يريد الدخول فيه؟ ولم تصرفون المؤمنين عن الإيمان الحق؟ ولم تثيرون الفتن والوقيع بين المؤمنين؟ تطلبون له ميلا وزيغا في الدين والقول والعمل والأخلاق، فأهل الكتاب لا يريدون الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى، ولكنهم يريدون طريقا معوجا. أتدري لماذا؟ لأن الطريق المستقيم هو أقصر وأيسر طريق بين نقطتين، أما الذي يسير في طريق معوج فإنه يشقى ويتعب. وقد تفنن اليهود في الإعوجاج، طارة يقومون بتغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وطارة يقومون بإخفاء الحق المذكور في كتبهم. والعوج يكون في الدين والقول والعمل والأخلاق، أما العوج يكون في المحسوسات كالميل في الحائط والرمح. وأنتم شهداء عقلاء تعلمون بأن الإسلام هو سبيل الحق الوحيد الذي لا يقبل غيره، وما الله بغافل عما تعملون، وسوف يجازيكم على ذلك بالذلة والفشل في الدنيا وبالعذاب والهوان في الآخرة. لاحظ معي أخي الكريم، لأن المعاندين من أهل الكتاب ليسوا أهلا للحديث مع الله، لم يخاطبهم الله عز وجل مباشرة، بل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب. وفي ذلك أيضا إشارة إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ. فالمعاندون من أهل الكتاب لم يكتفوا بضلالهم، بل حاولوا إضلال غيرهم. نسأل الله لنا جميعا الهداية إلى الطريق المستقيم، جزاكم الله خيرا. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.